وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. أهلا ومرحبا بك دكتورة. دكتورة هدى. أهلا ومرحبا بك. بداية، وكالة ستاندرد أند باورز تقول أن هناك مخاطر على الأداء المالي في العراق، إلى أي مدى ترين أن هناك خطورة حقيقية على الأداء المالي العراقي، وما أشكال هذه المخاطر؟ نعم صحيح، في الحقيقة يعني هذا التصنيف هو مهم جدا، لأن يعطينا بشكل عام يعطينا الوضع الاقتصادي اللي يمر به العراق وكيفية ستسير الأمور في المستقبل. وبالتالي فإن النتيجة التي حصل عليها العراق في هذا المقياس تدل على أنه ليست لديه القابلية على احتمالية سداد السيول، وبالتالي توجد هنالك مخاطرة كبيرة. هذا هو جزء من مشكلة المالية العامة في العراق، وهو جزء أيضا من حالة عدم اليقين التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وعموم العملية السياسية والاقتصادية في العراق. وبالتالي هذا أيضا يعطينا مؤشر إلى أن المؤسسات المالية بالأخص الدولية يعني سوف لن تشجع المستثمرين على الاستثمار في بلد كالعراق في مثل هذه الوضعية. هذا من جهة. من جهة أخرى ستطالب فوائد عالية لأنها في بيئة استثمارية غير مجدية أو توجد بها بعض المخاطرة. أو أحيانا تقدم النصيحة على أساس أن الدولة يجب أن أي دولة أجنبية أو مؤسسة دولية تريد أن تعطي قرضا إلى العراق يجب أن تتوقف في الفترة الحالية حتى يتحسن الوضع السياسي والاقتصادي، لأن هذا هو أساسا هو المؤشر اللي ستاندرد أكول اللي هو خاص هذا المجال، هو يصنف الائتمان العراقي على الأساس جي بي ثالث إلى أنه هو لا زال يعني غير لا زال في بيئة غير جيدة غير منتظمة. وبالتالي طيب ما الذي أوصل العراق إلى هذه الحالة المالية التي وصفتها المؤسسات الاقتصادية بأنها خطرة؟ نعم صحيح، نعم يعني هذا استندت به على مجموعة أمور: ضعف الحوكمة بمعنى ضعف السلطة الإدارية والسياسية، واستندت أيضا على مجموعة أمور أخرى هي المخاطر السياسية المرتفعة اللي هي خاصة بوجود احتمال تعرف العراق إلى أي نوع من أنواع الإرهاب، وهذا ما نراه في الوقت الحالي من وجود مشاكل هنا وهناك. هذا جانب. جانب آخر القطاع المصرفي الغير متطور، هذا جزء مهم جدا لأن لا زال لدينا القطاع المصرفي ولا زالت العملية المصرفية في العراق هي ليست بذلك المستوى التي تحاك أي دولة أخرى، حتى ولو كانت دولة مجاورة للعراق فمستوى العمليات المصرفية فيها يعني اعلى بكثير واكثر يعني مهاره. وبالتالي فان هذا عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ومجمل هذه المتغيرات الاقتصاديه جعلت من ان المؤسسه هذه اشارت بانه مخاطر سداد الدين فيه خطوره بالنسبه للعراق، وان الديون سوف تزداد سنين قادمه. يعني احنا كنا في نهايه 2018 132 مليار دولار، اذا ستزداد هذه الديون وقد تزداد ايضا الفوائد، يعني يشار الى ان طيب. الفوائد حوالي 8 مليار دولار قد تزداد ايضا هذه. نعم دكتوره، يعني هذه السياسات الماليه التي شرحتها والاقتصاديه، يعني هل لها اي انعكاس على الموازنه العامه؟ والموازنه ايضا هل هي تشغيليه كما وصفتها مقرره البرلمان خديجه التركماني وليست استثماريه؟ نعم صحيح. نعم. نعم أكيد، أنا أذهب إلى الرأي اللي ذكرتها النائبة، فبالتأكيد هي الموازنة يعني متعارف عليها، إذا بالنسبة المئوية 75 منها تشغيلية والباقي على الأساس استثمار، ولو يعني أردنا أن يعني نشوف رقم الاستثمار هو حوالي 28 مليار دولار مخصص للاستثمار، بالمقارنة مع 24 مليار دولار أيضا كان في 2018. ولكن يعني الهيئة الوطنية للاستثمار قبل كم يوم عرضت تقرير كامل في مجال نوعية الاستثمار في المحافظات كيف كان،
انها اعطت 257 اجازه استثماريه بحدود 8 مليار دولار. وبالتالي ايضا لو نجي على تقرير الهيئه الوطنيه ونشوف التقسيمات للقطاعات كيف كانت، 21 اجازه للقطاع التجاري، وبالتالي نحن لازلنا يعني ننحو منحى غير صحيح في الاستثمارات من جهه وفي كيفيه تخصيص المال للاستثمار من جهه اخرى. يعني هل هو من الصحيح ان في بلد مثل العراق الان ان نعطي 21 اجازه للقطاع التجاري وبناء مولات والى اخره، ونعطي بس 4 اجازات لمشاريع استراتيجيه وغير واضحه هذه المشاريع الاستثمارية، وثلاثه الى القطاع الزراعي وسته الى القطاع الصحي؟ يعني في بلد مثل العراق من شماله الى جنوبه ما يعاني منه، وهذه الفتره التي مضت يعني بطئه ومشاكلها كل المعاناة التي عانت منها، يعني هذه الإجازات الاستيرادات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للاستثمار هذا لا يعني شيء ولا تعني في دولة كدولة العراق اللي هو إيرادها والناتج المحلي الإجمالي كان حوالي 2 مليار دولار عام 2015. وزير الصناعة صالح الجبوري قال أن هناك أوامر إيرانية حرمت وزارته من التخصيصات في الموازنة، بما يفسر هذا الكلام ولماذا هنالك محاولات لعرقلة الاستثمارات في العراق؟ يعني أكيد هنا أيضا رح يدخل ملفة الفساد رح تكون لها يد في مثل هذا الجانب، يعني بمعنى أن حتى التصنيف الائتماني الذي أشرنا إليه قبل قليل هو جزء منه يتحدث بمشكلة الفساد، يشار إلى أن الفساد كبير جدا في العراق ولا يمكن بالتالي يعني القضاء عليه، وقد أشرنا سابقا لو عملنا على قضاء الفساد 1% لزاد الاستثمار 4%، نحن إلى الآن لا تعمل على يعني حتى 0% للقضاء على الفساد، فبالتالي كيف لنا أن نحقق استثمار سواء في القطاع الصحي أو الزراعي أو أي من القطاعات إذا ما دام هذه الملفات موجودة وما دام فقط يتم تحريرها على أساس أنه توجد لدينا هذه الملفات بدون أخذ فيها حكم قضاء، وبالنتيجة سوف يبقى الوضع المالي والمالية العامة في العراق على ما هو عليه الآن، ويمكن سيصبح أسوأ إذا لم تتخذ فيه إجراءات سريعة لحل هذه المشكلات. الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتور هداب فالح الكبيسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.